أقيم بالمجمع الصحي بتواهي حفل تكريم العاملات بالقطاع الصحي نظير جهودهم التي بذلوها. إلى التفاصيل. أقيم في مجمع الصحي بتواهي بالعاصمة المؤقتة عدن حفل تكريم العاملات والموظفات في القطاع الصحي بمناسبة عيد المرأة، والذي نظمه إدارة المجمع الصحي بالتواهي. كانت لفتة من مكتب الصحة وإدارة مجمع الصحة التواهي تكريم بعض العاملات في هذا الحفل لأدائهن المتميز. طبعا هي هذه عامل حافز ورفع معنويات لكافة العاملات لكي يقمن بعملهن وعلى أكمل وجه. اليوم العالمي للمرأة يعد مناسبة عظيمة وتاريخية، لأن المرأة هي نصف المجتمع أو أكثر، فهي الأم والزوجة والتي تعمل في كافة القطاعات الصحية والتعليمية وتبذل جهود جبارة في حياتها العملية. الهدف من هذا الحفل هو احتفال بعيد المرأة العالمي كمناسبة عظيمة وكتكريم لموظفات المجمع الصحي التواهي الذين أو اللواتي يبذلن دائما المجهود، وهذا تكريم قليل في حقهم. وقد قدم في الحفل زهرات وأطفال ابن خلدون، رقصة شعبية ومسرحية عيد الأم، وكذا فقرات غنائية بعنوان كن أنت بهذه المناسبة التي نالت رضا واستحسان الحاضرين. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات التقديرية على موظفات القطاع الصحي بالمجمع لما بذلوه من جهود طيلة عملهم من قبل الأساتذة الدكتور إقبال علي شيف مدير المجمع الصحي بالتواهي. من سراب جليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن.